الأخوي راشد أبو حبيبة لوفت. يا مرحبا يا مرحبا، كيف الحال؟ بخير الله يعافيك، بخير بخير. قرز الفيصل يا مرحبا، ونبدأ الزيارة. يلا نتريا، 1 2 3. طبعا منورين المتابعين، يا سلام على التحضير السريع، يا سلام. لازم اليوم عروض اليوم حق فوز المنتخب منتخب المغرب. ما يدرى بالعروض، تعتمد على كل شيء، يعتمد على شو اسمه الريال. انا مالي شغل. يا سلام يا سلام على التحضير السريع، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. زين، تسلم يا الظاهري ابراهيم الظاهري، منور منور اللايف ابو حمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بالتوفيق للجميع وياكم كل التوفيق. يا سلام يا سلام يا سلام، يعجبني التحضير السريع. انزين اوكي نبدا. طبعا اليوم اللايف كله علم المغرب. انزين، شير شير يا شباب، شير 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 شير، ناخذه ناخذه شير شير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بالتوفيق اخوي فايع. تسلم يا السعدي. انزين يلا نبدأ. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. أول شيء بنراويكم العشاء من برا. العشاء، شوف هذه العشاء، طبعا العشاء من برا مسلحة. العشة هذه عنيتها قبل يمكن 12 سنة، ما شاء الله، يعني هي نفسها ما تغيرت، ففيها تطورات بسيطة نشرحها بعد شوي. نقول البواردي، نقول راشد، نقول شو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عليك، كيف الحال؟ سلومة، ما شفناك إلا عقب 12 سنة، ما شاء الله. حط شوية ابشر. انزين، لا هذا هذا بعدين. اوكي هذا بعدين. اوكي تونا مخلصين. شو امورك؟ طيب الله يسلمك. ما شاء الله. وين غبت الفترة اللي طافت؟ والله شوية امور الحياة والانتاج والتطوير والشغل، يعني اهم شيء ما اثر على الطيور. لا لا، هذا اهم شيء. هاي هواية طال عمرك، لو شو يستوي هي ما تغير. يا سلام، اهم شيء. نعم صحيح. انزين، انا اشوف قفاصه جمعي، قفاصه جمعي طابغين، ليش هذا النظام متبع في هذا المكان؟ والله انا احاول ان ما اجمع الطيور كلها في مكان واحد، يعني اوزع اريح قد ما اقدر، يعني مع التشميس طبعا. اها، يعني هني عندك مجموعه 20-30 طير، هني 20-30 طير. يعني انت تشجع ان نحن نبدا هني ما نبدا هناك؟ هني حظان. ها اوكي، بلف بلف صوب الحظان، ما في مشكله. هني طال عمرك يعني في فروخ بروحهم، انادي بروحهم، فحول بروحهم. اوكي. هذا الطابق فروخ. يعني عندك بعد فروخ يعني. هني شو المكان هذا بس مع حق العزل؟ كله عزل هنا. كله عزل. كله عزل. زين، ايه. السؤال اللي يطرح نفسه. نعم. ليش المحاكر كلها فاضية؟ خلاص خلص موسم الانتاج. متى يبدأ الموسم الإنتاج عند البواردي؟ ومتى ينتهي؟ عادة إذا مشاركين في معارض على أيام جدول المعارض، يبتدي يعني بعد المعارض على طول. يوقف عندي الإنتاج تقريبا آخر 8 أول 9. خلاص. اول 9 شو يستوي؟ خلاص فصل الطيور وقف. اي نعم. انزين، وعقب كله على التوزيع على نعم، تشميس برا والفروخ بروحهن، الاناثي بروحهن، الفحول بروحهن. نقرا نقرا. روف خليف دحين جاي يعلق. ابو صادق، مساء الخير على الجميع، منورين الشباب، منورين، منور الحب. يقول لك ابو عمر نور الخليفي، منور اخوي فايع واخوي بواردي. انزين، في شيء غير؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انزين، في وايد أسئلة اليوم، عادي نسأل؟ والله خذوا راحتكم، وايد المغرب فازوا، خذوا راحتكم.
ها اوكي، عين ابوي فرصتكم يا شباب. زين هنا شو؟ هني طالع لك مجموعة فروخ. كلهن فروخ؟ انتاج نعم. انتاج السنة؟ نعم انتاج السنة. انتاج السنة ما شاء الله. نعم. زين النظام المتبع شو هو؟ تشميس. انا عندي يعني قد ما اقدر حاولت اني انا اضبط التشميس عندي وقت الشروق. وقت الشروق؟ نعم. طبعا هذا الاتجاه من هني تشرق الشمس من هناك؟ هني على طول على على طول؟ على الطول. اها طبعا على على اليمين برا كل الشير وغيره، ففترة التشميس ما تكون مثل ما تقول 100%. نعم صحيح. سلام. انزين وهنا فوق شو؟ بعد نفس الشيء فروخ. ما شاء الله ما شاء الله. هاي بالنا دري هني. هذا الدري موجود بعد. ها اللي يقول ماشي الدري، هذا الدري ترى موجود الدري. خذ راحتك. ها انزين. ها هذا هذا النظام تبع تحت الارضيات البلاستيك موجوده. اوكي. الالوان اللي موجوده كاكي بلو بار. والله اكثر شيء انا يعني البارات صار لي فتره بسيطه يعني دخلت. أوكي. من كم من سنه من سنتين يمكن. اوكي. اكثر شيء كنت مركز على الحمر الصفر سود اندونيشن. السنه دخلنا بارلس ليمون، دخلنا المون، دخلنا لافندر. ان شاء الله بنشتغل على تطويرهم. المشربيات اللي موجوده المستخدمه هذه من استوت تبديل. تبديل شو؟ تبديل يعني انا المفروض يعني عقب المغرب اشيل الماي خلاص. عقب المغرب ليش؟ هذا سيستمي انا. منورين ال 100 متابع. هذا سيستمي انا، الماي يتبدل كل يوم. السيستم كل يوم؟ ايه كل يوم. يعني لا هني وهني. بس ليش ليش لين المغرب مثلا تشل الماي؟ لان خاصة الحين في الشتاء الجو بارد يعني، لان اذا انا بعطي كورس لازم اشيل الماي من وقت. اوكي. في كورسات على طول السنة؟ لا لا. كيف؟ الحين مثلا الحين انا عندي الانتاج بيبتدئ شهر واحد. الحين بديت كورسات. اوكي. مال سرمونيلا المبايض ما مبايض هاي يبالها شهر كله. شهر. مع التنظيف وتاخذ له شهر. هذا عقب ما وقفت الانتاج. ايه انا هاي اعطيها يعني على يعني شهر 12 ابتدي فيه. والسيستم هذا متبعنا على اساس نظام شيء اوروبي ولا بس كنظام انت متبعنا؟ تبعت السيستم لانه صارت لي امراض سرمونيلا ما سرمونيلا عندي بالانافي. تعرف انت تسال تستفيد خبره تسال كذا واحد. هي كورس المبايض، كورس المبايض سرمونيلا هو مشكله شويه هذا ما يروح بسهوله. الارضيات هذه السؤال في بالنسبه للارضيات هذه. نعم. شو ايجابياتها وشو سلبياتها اذا كان في سلبيات؟ سلبيات في المحاكر مو بزينة. المحاكر انا اتكلم عن لونج. اوكي. مو ما لي خص في الفصائل الثانية. اوكي. اللونج يأثر عليه، ذيله يخترب. انا اشوف الطير مو مرتاح، اما في الهدد زين، في الجمعي اموره طيبة. اوكي. على اساس خلاص فترة مثل ما تقول راحة للطيور وغيره. حتى انا عندي في المحاكر وقت الانتاج ما احط رمل وايد، احط رمل خفيف بس ويتم الارضية خشب. أرزاق بيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أخوي فايع وأخوي راشد، ما شاء الله تبارك الرحمن أحسن الخالق مربي خلوق ومتمكن وله صولات وجولات. كبير أخونا البواردي أخوكم أبو هاشم عبد الله الغياني. الله يسلمك. الله يسلمك. إنزين شل مال نفس النظام البوش وشل الماي. أوكي ما أدري. إنزين السلام عليكم نورين أبو بطي عملاق اللونج خالد. أوكي إنزين اللي على اليمين شو؟ أناثي كبار. أناثي كبار. هذا ظني ما له باب هني. لا هذا من داخل. هاي بنزلهم كلهم. ها يعني اللي بيوصل القفص مثلاً هذا. هذه انتاج. هي. هذه الكاكية انتاج. حاط يعني خلاص الأناثي اللي بيدخلهم في البروجرام السنة الجاية. هي. حطيتهم. اوكي. خلاص يعني ما عليهم بيع، ما عندك هاي نفية بعد. البلو. هذه نفية بعد. هذه فرخة. تقريبا اللي فحصناها وطلعنا اناثي وخلاص من لي يعني اني ابغيها حق السنه الجايه احطها هني ويا الاناثي خلاص. خلاص. في شيء يعني يطلع منها للبيع ولا بس لا كيف؟ لا لا. اها.
اوكي زين، يقول لك جاهز للسنه هذه المشاركه في المعرض ولا لا؟ لا والله ابدا. لا. والسبب يمكن السنه الجايه. والسبب شو هو؟ السبب ان المعرض يبغى له تجهيز الطير. أوكي. المعرض يعني 60% تجهيز، حتى لو عندك طير زين وما جهزته عدل ما بيفوز. لا ريش عدل، لا يعني يمكن تلقاه وقت تبديل الطير، لازم تهيئه تمسكه حق المعرض تحطه في قفص العرض، لان في طيور يعني كمل عندي فتره شهور ما مسكن، فتي يوم تي تمسكه تلقاه خايف يطير. ليش؟ لانك انت ما عودت على المسك. اها، فهذا بعد التجهيز، يعني التجهيز يبغى له شغل يبغى له تعب. بن بحر بو بطي مبدع وتشكر على التقيه والبث اخوي فايع. تسلم يا بن بحر، ابغي واسطتك فايع مع بو بطي بو حبيبه. ما يحتاج واسطه. شو الواسطه؟ ما في واسطه، عنده بالترتيب. ما يقصر بو بطي، ما يقصر. سلم على راشد، قل له بن عمير يسلم. الله يسلم عليك. الله يسلمك. زين، انا ابغي اراويهم شيء هناك. شوف. في شيء لفت انتباهي هنا. شوف الحركه هذه اللي هنا في الجمعي، هاي طال عمرك من زمان مسوينا، اخذناها من هذه 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 انا مخترع عنها صراحه. هذه ما شفت امكان، يعني كل حد يسوي بس الطريقه هذه سالفه البلاستيك وروح مع السلامه. لكن هني لا ابوي، تعال شوف هني، احط الكالسيوم، احط الرمل، الكالسيوم واملاح وغيره. نعم. سهل التنظيف، تشله. نعم. وعلى طول. نعم. ومع السلامه. نعم. صراحه فكره جميله جميله جميله. انزين جناحي بيرت، السلام عليك ابو عبد الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جاسم جناحي والله منور منور اللايف. انزين ليش البواردي يستخدم الهاي فلاير حق اللونج فيس؟ لانه ما اعرف، يعني يمكن حنون، انا مجرب انه في حنيه زياده. ايه في حنيه وايد. زين فيها يمكن في يعني في اللي هو ما اعرف شو اسمه انا الثاني، يمكن في، بس انا ما جربت. انا جربت الهاي فلاير وتميت عليه تبصر. يعني جبت ليراني الحين المطوق هذا زين. زين ليراني المطوق. ايه بس 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 الهاي فلاير افضل، بس الهاي فلاير يبغي لك كل سنتين ثلاث تبديل. كل سنتين ثلاث سنة. ليش؟ يعني بعد سنتين ثلاث تلقاه ما يغير عدل، يدمر يخترب. فانا انتج والله وابدل. عادي يصير عند الحضان بعدين. خذ راحتك والله، خذ راحتك. زين نشوف شوي هني. شوف 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 ترى هذا المكان كامل حق الحضان، يستخدم الحضان كله في الجمعي. القفاصه اوكي، قفص 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 لطيور تبيض، كل زوج ويحضن يشيل البيض ويحضن تحت في الجمعي. طبعا نظام جمعي. الحضان مريح الحين، الصحون مشغوله عنه، ينعطى فيتامين عامله مثل اللوم. اوكي. دود، فيتامينات، كل شيء كل شيء. يعني تهتم في الحضان مثل اهتمامك أكثر في اكثر من اللوم. اكثر من؟ لان الحضان هو اللي يجيب الانتاج. اذا ما عندك حضان ما حلو. جاسم جناحي، راشد راعي الافكار الخطيره. زين. اورينتال فيرل دوت اي، احترام احتراف في التربيه، تبارك الرحمن والله يبارك له في حلاله يا رب. منورين الابطال. ابراهيم الظاهري، اكثر مربي اللونج يستخدمون طير الحنون حضان. نعم منورين، ربنا يحفظكم. عايز اسال راشد ليه من مصر سؤال، ليه مختفي من المعارض من فتره؟ والله يعني المعارض يمكن لاني انا بصراحه انا بقول لك ليش، لان يعني المعرض يبغي له شغل تجهيز صراحه. زين. خاصه يعني اللونج. فاذكر فترات يوم كنت اجهز للمعرض والله كنت ادخل عند الطيور من الظهر ما اطلع الا الساعه 10 بالليل، هذا في اليوم. اها ويوميا. فانت كل سنه كل سنه كل سنه تجهز، ان شاء الله يعني 90% 95% اكيد. الموضوع يباله مجهود كبير. كبير والله. اكيد والله يعني. تعال وجهز حق المعرض ويلا مع يعني السلامه. يعني صراحه واطلب مساعده بعد. بعد ايوه. انزين السؤال اللي يطرح نفسه، منو تطلب المساعده بصراحه وقت التجهيز؟ وقت التجهيز والله مره اتصلت حق ابو عامر ما قصر، طبعا اللي هني قريبين علي، ابو عامر ما قصر صراحه، نغسل ونقصص وما يقصر والله. اها يعني هاللي اذكرهم، ما يزعلون الباقيين. ما يزعلون. انا هاللي اذكره الحين. اوكي. زين منور راشد سيد علي حميدان. اوكي
طريقة جميلة. زين، شو غير بعد؟ شو غير؟ تعرضونا شوي من الطيور الموجودة. والله حاضري. زين، نعرض 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 نعرض. هذه اللي عندك سود. أوكي، ما شاء الله. هذا فرخ سيد صلاح المصري، من أرقى مربين اللونج، ومربي عنده ضمير وما يكذب علشان الريش. تسلم يا سيد صلاح. هذا فرخ السنة. أوكي، يعني شوي السود شوي، أنا ركزت على المناقير. هذا فرخ السنة على ريشتين يمكن. هذه بعد فرخة. أغلبيتهم يعني فيهم فروق، فيهم كم حبة كبيرة أناتي. طبعا الطيور ترى ويوها مقصصة. أوكي، يعني واضح فيها الطير كله مقرب. هذا اندونيشن. طبعا الطيور كلها لان انت لما تي تفصل بعد الانتاج تلقى الطيور كلها تبديل، ريشتها مو مضبوطه ومتبهدله. انا ما يهمني لان الهدد شويه يخرب الطيور، تلقى يخرب الذيل، يخرب الجناح، يخرب كل شيء. بس انا اهم شيء عندي راحه الطير، لان بعد الانتاج لازم الطير يرتاح. اوكي، ياخذ له فيتاميناته من الشمس، من الماي، من كل شيء. اذا في سؤال يقول، اما تجهيز المعرض هي. لا، تلقى هالوقت طيور في المحاكم. في الهواية متى يأنبك ضميرك؟ يأنبني ضميري يوم طير يموت مثلا، يعني جتني فترة طير عندي مات، والله يعني أكمل عادي، أكمل أسبوع مية عند الطيور. أسبوع كامل؟ إيه، أنا عادة يعني يوميا عند الطيور يمكن خمس ست مرات. إيه يوميا. أوكي، بحكم ان العشة في البيت. نعم. اوكي، ايه ما في كيف اذا احطها في مزرعه ما بيكون نفس الاهتمام. ما بيكون انتاج. اوكي، يعني كل يوم اضرب خط اسير طالع ورد ما ينفع، ما يستوي. الطيور لازم عندك مجاب لنها دائما. شو الالوان المحببه عند البواردي؟ والله السود يعني، الحمر، السود الحمر، الاندونيشن الصفر. بس شرات ما قلت لك، يعني السنه شويه دخلنا البارلس، دخلنا الليمون، دخلنا رديوس. اوكي، كلهم موجوده الطيور هذيله. والسبب انك دخلته هل تعتبر نفسك دخلت متاخر في الالوان؟ متاخر، بس انا يعني أن تصل تأخر في اللون. أوكي، أما في المستوى من زمان يعني خالص. بعدهم الناس قاعدين يشتغلون يطورون. في 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 مثلا يعني عندك الرديوس والبارلس، توهم الناس يشتغلون، هم نشتغل ياهم. طبعا الطيور كلها تبدل ومقرضة. هذه نفية، شوف حتى أثار القمل موجود. شوف الريش، راشد البواربي لما بيقتني طير جديد إيه هي أهم المواصفات اللي بيركز عليها تكون متوفرة في الطير؟
والله انا دائما بشوف شو اللي انا احتاجه. ساعات انا باخذ طير انت ما بيناسب، بس انا يكون عندي مثلا يعني اخر فتره اخر سنتين اللون الاحمر اخترب عندي. السبب دخلت طيور حمر يعني خربت اللون شوي عندي. اوكي. فانا كمربي لازم اتدارك هذا الشيء، عرفت؟ فانا خدت طيور يمكن مستويات اقل بس لونها زين. اوكي. واشتغلت عليها السنتين اللي فاتت، الحمد لله السنه عندي يمكن يعني حمر بس انا ما عرضت وما صورت لاني بعدني. اوكي. يعني للحين يمكن عرضت طيرين حمر بس اللي دائما معايا هم شافوا وعرفوا. هل البواردي يركز على جودة الريش؟ أكيد لونج فيس أكيد جودة الريش. أكيد الريش مهم. زين، في شيء يقول لك اللونج طاح سعره الصراحة، وين؟ مالي يخص أنا. أنت ما تركز. أنا مالي يخص. باي خصك فيه؟ أنا يوم اللونج 500 درهم ودني عند لونج زين وسومه إذا اشتاهل أشتري. يا مالي يخص أنا. أنا مو براعي سوق، أنا إنسان هاوي. اشكرك والله. الطيور اللي ما تدخل موسم الانتاج شو يسوي فيها البواردي؟ ما في طير عندي ما يدخل موسم الانتاج. اها، كلهم؟ اي نعم. والطير اللي يوقف كيف تتعامل وياه؟ كيف يوقف؟ يوقف على الانتاج ولا ما صادف هالمشكله وايد؟ حاول. انا العام منتج من فحل عندي 2012. يعني فحل عندي 2012 اسود لين العام انتج به. والسبب؟ لان الطير زين. يعني لأن في فترة راحة وفي فترة إنتاج وفي أيوة فترة شسمة. أيوة. تحصل عندي الطير يعني ما يتعب بسهولة، بالعكس يعني يصير ساعات أن أنت توقف، هاي مشكلة لازم تصير. أوكي. إنزين، يقولك أوكي، حب الطير وعشقه ما يهم، السوق واللي يدور فايد ويدور فايدة من. أوكي. لو أنا أدور فايدة للسوق ما بربي لونك. أوكي صحيح، صح كلامك هو، لكن بين المربين الأسعار موجودة وغالية. انا اشهد الحمر الاخيرات ما شاء الله عليهن. زين، طبعا شوي هني، طبعا نظام المحاكر المتبع هني بشكل مختصر، المحاكر كلها تقريبا فوتين ثلاثه وشوي. اوكي، في الارتفاع مناسب حق شو اسمه، حق اللونج فيس. زين، في هني طيره بيضاء تقول طلعوني ابغي اعرض، ف والزوايا هني وغيره. اوكي، شفاطات. اوكي، بعوض ثاني، يعني بعوض وغيره. هذا شفاطات، هو طير. أوكي. من الطيور طبعا الستوك اللي انا الله عليك كلام ذهب. شنو اغلى طير شريته ومن وين ومن مين؟ ما راح اقول من مين، بس اغلى طير اشتريته 40,000. شو كان لونه؟ تايجر ان شاء الله. انزين، هل راشد يتبع نظام الذبح للطيور دون المستوى؟ لا ابدا، لان الطير اي طير ساسه زين لو حتى مستوى اقل ممكن ينتج لك طيور زينه. السؤال، اذا من 2012 ينتج من نفس الطير هالفترة كلها، كيف ما وصل طيور بنفس مستواه ولا افضل؟ لا افضل منه. ها؟ افضل منه. افضل. شو انواع الفيتامينات اللي تنعطى للطيور خلال هذه الفترة؟ كل شيء. هذا شوف، فيتامينات والادوية انا ما عندي اقول لك خبرة 100%، بس انا اسال. اسال ونحط كل انواع الفيتامينات حطيناها وكل الشركات حطيناها، بس افضل فيتامين للطيور بعد الانتاج الشمس. شو اسمه؟ الشمس. الشمس. اوكي. الشمس الشمس الشمس. يقول متعنا في الكلينات، عند شيء كلينات؟ انا مربي مف كلين سايد، شفت السايد السلطه؟ ايه؟ كذي. على الطرف. على الطرف، زوجين ثلاث اربع بس. اوكي، اللي ما ربى ريش ما يتحسق يعيش، اوكي، ما يستحق يعيش، اوكي.
ممكن يعرض لنا التايجر. تايجر وين؟ ما عندي تايجر. ها؟ لا هذا كلام قبل 10 سنين. هذا فرخ السنة. فرخ السنة. يا ما شاء الله. فايع نبي مزاد آخر شيء. ما في مزاد أظني. اليوم فاز المغرب فما أدري في مزاد ولا لا، ما أدري، عاد يعتمد على الريال. زين. لو شوين نغيرها مكان لها ال اوكي ما شاء الله. زين نبي كلين، نبي كلين بلو بار. ما في كلين. كلين كلين عندي طال عمرك. زوج او زوجين، زوج او زوجين بيض